اعمل استجواب وهقول بعض المستشفيات الشهيرة اللي بتلم تبرعات، مرضى عندهم حقول تجارب يا استاذ احمد، بيموتوا مرضى كتير في حقول التجارب. تعرف سيادتك ان احنا بسبب القانون ده الحمد لله ربنا هيكرمنا، مش هنبقى ايه اللي عطله؟ ما هو كان خلص في اللجنة وخلص، كان مفترض ينزل جلسة، ايه اللي عطل القانون ده؟ ما هو بص هقول لحضرتك على حاجة، المافيا الاموال الساخنة في شعب وفي دولة. لا وانا هقول للشعب، هقول للشعب مين اللي عطل القانون ده ومين اللي عايز يعطل القانون ده، عشان كل واحد موجود في مكانه الشعب يعرف انه مش عايز يطلع القانون وعايز يخلي المصريين فران تجارب. والله العظيم هيجي وقت هقولها، بس لو القانون ده ما طلع لا اقولها، لان دي حياة المصريين والحق في الحياة هو اسمى حق من حقوق الانسان، مش هسكت. استاذ احمد في تجارب بتتعمل على مواطنين وبيجيبوا اهله وبيمضوهم على اقرارات يقول له احنا هنديله العلاج، وهو ما يعرفش ان الدواء ده الاول مره يتجرب. عارف الدواء ده يا بيعجل من حياته يا بيشفيه، انت وحظك يعني. انا بديك حاجه انت وحظك، وبعد ما يتجرب هنا يروح امريكا ويروح المانيا ويروح الدول الاوروبيه يجربوه على الحيوانات بعد ما يتجرب عندنا. بتقول لي في وقائع حصلت كده؟ طبعا ومستشفيات. انا بمجرد ما اعلنت عارفها. لا عارف حضرتك الكلام ده. طبعا انا مش هقول اسماء مستشفيات دلوقتي، لا مش عايز مستشفيات عشان لو قلت المستشفيات دي هتقفل الصبح. لا مش عايز حاجه تقفل، بس انا بحذرهم، بس أنا من برنامجك بقول لهم انا عارف عندكم المصريين بتعاملوهم فران تجارب، ارجعوا والقانون يطلع يا اما مش ساكت. انا رئيس لجنه حقوق الانسان، انا مسؤول عن حياه المصريين، مسؤول عن حقوق المصريين، مش هسكت. انا من اول ما اعلنت اول امبارح ان انا جاي الميل بتاعي والتليفون جات لي الصور والمستندات والفيديوهات والاسماء والدكاتره وعلاقتهم ايه بره وبياخدوا فلوس ايه. على فكره عشان بس محدش يقول علاء بيعمم، انا بكره هعمل حلقه على الموضوع ده.